طارق، يعني ما كنت بتتكلم على لقطه زيزو قبل المباراه، وانا يعني قلت ان اللقطه دي لازم تتاجل لبعد المباراه، وانت ما شفت اللقطه قلت اللقطه دي ليها معاني كتير وكانت قبل الماتش، وقلت الحقيقه دي ليها سلبيات كتير، فانا فضلت ان ما يبقاش فيه حديث قبل الماتش، ولكن بعد الماتش يعني تاكدت برضو من وجهه نظرك. بص هقول لك على حاجه يا كابتن، يعني زيزو لعيب كويس، لعيب مميز، ويمكن حتى لما سالتني في بدايه اللقاء زيزو ولا حازم قلت لك لا انا كنت اتمنى ان زيزو يبدا اللقاء، لان شيكابالا معلش شيكابالا ولا 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 زيزو، قلت لك شفت انا ثابت معاك ازاي يا كابتن سيف، عشان تعرف عدوك من حبيبك. بس لا 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 انت ده من زمان، ده انا من زمان عارف عدوك من حبيبي بس حازم حبيبي. فحتى لما جينا واحنا بنتكلم فقلنا ايه، يا ريت نفتح الكادر بس نشوف اللعيبه بتسخن ولا لا، فنصح فتح الكادر شفنا ان لعيبه الزمالك كلها اللي هم البدلاء بيسخنوا، واضح ان زيزو زعلان يعني مش 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 راضي عنه، فدي تصدى حاجه سلبيه للعيبه جوه الملعب، لان في النهايه عنده امكانيات كويسه، لعيب من اللعيبه المميزه، لعيب اصبح لعيب دولي. يعني لما نيجي بقى نبص ونفتح الكادر شويه هتلاقي ان الباقي اللعيبه اللي هم الاحتياطي بيسخنوا، فده يدي مشهد اني لا يعني وعشان كده تحس ان ما هو في الاول وفي الاخر الفريق هو بالظبط دي اللعيبه، لا مش لو فتح شويه كمان تاني هيبان يعني اللعيبه البدلاء اللي هم بيسخنوا، لاني انا بالظبط هنا كده ونبص اللعيبه البدلاء هناك بيسخنوا لعيبه نادي الزمالك. كابتن سيف الفريق هو المجموعه كلها اللي موجوده حتى باللعيبه اللي بايه كمان، لاني دي الروح والمدير الفني في الاول وفي الاخر هو ليه وجهه نظر، بيختار اللي شايفه امثل اللي شايفه افضل من وجهه نظره. انا عليا كلاعب ان انا عليا ان انا اجتهد وقاتل. علي لطفي النهارده احنا كلنا بنشيد بيه، لما جات له الفرصه راجل تمسك بيها وراجل اثبت ان هو على قد المسؤوليه. نفس الحكايه زيزو، لعيب كويس لعيب مميز، النهارده المدير الفني ممكن ما يكونش محتاج لي، بس ما صدقش الشكل السلبي ده للعيبتي، لان لا انا لازم احفز اللعيبه ولازم، وخلي بالك اي فرقه بتكسب بالمجموعه اللي موجوده صح، مش باتنين ثلاثه مميزين او اربعه مميزين، لا لا بحته كره جماعيه في كل حاجه مش بس في اللعب، في كل حاجه. وعلى فكره ده اللي دايما كان بينجح اي فريق، يعني ده اللي بينجح اي منتخب اي فريق، يعني متعب وحازم يقول لك ان العلاقه ما بين ال 18 او ال 23 او ال 25 او ال 30 لعيب اللي موجودين، انا حتى لو مش موجود طبيعي ان انا هكون متضايق وطبيعي ان انا هكون زعلان انا مش موجود، بس ما اديش الطاقه السلبيه دي لزمايلي، لا بالعكس انا اشجع زمايلي وانا موجود، وان شاء الله طلب مني دقيقه او دقيقتين او خمس دقائق. يعني وليد سليمان لعيب من اللعيبه الكبار في النادي الاهلي ونازل في الدقيقه 82 وبينزل وبيثبت وجوده، مفيش اي مشكله خالص. فاتمنى رساله لزيزو، لاني زي ما قال حازم نادي الزمالك عنده مجموعه لعيبه كويسه ويقدر ينافس بشكل قوي جدا، لان فعلا في مجموعه لعيبه كويسه. الشوط ال 45 دقيقه دي خلاص للنسيان ويبدا يفكر في اللي جاي، وعلى زيزو كمان ان هو لو عايز يكمل بشكل قوي لعيب كويس انا اعتقد ان هو لازم يجتهد في الملعب فقط لا غير. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نسمع وجهه نظر كابتن عماد متعب.